اليوم أول فيديو في شقتنا الزوجية السعيدة. هذا دابا تنحط الفيديو مع هذا الفيديو حتى غادي نحطه. بغيت زعما ملي نحط في اليوتيوب لقيت أنا ما عنديش شي حاجة اللي غادي فيديو زعما اللي أنا عندنا ولا فيديو اللي غادي نحطه. دونك قلت دابا جينا نشوفو ونشوفو كرمنا الزايم. بقالنا غير الصباح بقات غير الصباح ولا ديجا الصبح مي غادي الصالون هنايا غنديرو فيه الخيال. دونك هو اللي باقي أما البيوت الأخرى اللي صبغو ومهم كلشي كلشي مصور عليك ولا ديطاي كلشي غير خصني غير حتى نجلس دابا غير بغيت مني نعلمها ليكم في انستغرام في يوتيوب نلقى شي حاجة هكا شي فيديو هكا نوريكم ونقول لكم وأنا نقول بلاتي جينا نشوف الصباح وعاد ندير فيديو في اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير كنتمنى تفرحوا معانا كنتمنى يا ربي يسهل على اي واحد تا هما باغي ندوي تا هما شي صراحه تيبغي السفر بزاف 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 غادي يحمقوك الوراق غادي يحمقوك مالي الدار يحمقوك مالي الاصلاحات ولكن الحمد لله مبقى لنا والو بقى الصباح غنكمل قميضنا هذا هنايا وصافي ديك الساعه غادي نسالي غادي نحكي لكم الفيديو ديالي كيفاش كانت قبل عطو راه ما يمكنش اللي يوريكم واش كانت في الاول و اعتبرني انا حتى لكم الصور ديال الفيديو ديال كيفاش كان وانا كلشي مصور عايز ما بعدني نحط لكم راه يجيكم ما يمكنش كيفاش الدار كيفاش كانت وكيفاش خدينا بحال هكا ولكن دارتها الظروف دار البعد دارها المهم هادشي كله تم بعد نهضرو فيه غادي نسالي باش نمشيو بحالاتنا وصافي نكملو الفيديو غادي نبداو بركة الله. هذه هي الدار فريمون كانت مكرفصه المهم دابا هي ما بقاتش هكا هنا قبل الاصلاحات وقبل كل شيء مكرفصه بزاف البنات ولكن دارها لنا البعد. هنا الكوزينه كانت اكثر حاجه مكرفصه شوفوا كيفاش دايره كنقلع على الزليج ديالها هي كانت نورمالمون مزلجه وقلع على الزليج على اساس غيصلحها وما صلحهاش صافي. حنا ملي خديناها يعني خديناها هكا يعني غتقولوا لي علاش وهذا غنقول لكم حكم البعد اللي دارها لنا والترونسبور اللي دارها لنا يعني غتشوفوا الفيديوهات اللي حطيت لكم قبل ديال السكن واعرين الديور واعرين حتى هما 25 مليون ولكن جاو بعادين على المدينه اللي حنايا فيها نورمالمون حنا كنسكنوا في صلاه الاخرين مثلا انا عتيق اولا بقناد البعيده شويه على صلاه وبحكم انا راجلي كيخدم الليل ويخدم النهار دونك خصنا شي حاجه اللي تكون قريبه يعني قريبه للخدمه ديالو دونك هذه جات صلاه بالضبط قريبه لنا لا لدارنا ولا لدارهم ولا لخدمتو داكشي علاش خديناها مكرفصه يعني دار لنا البعد وصافي. هادشي اللي غادي نقول واخا نورمالمون حنا قلنا خديناها من عند الناس كنعرفوهم من صحاب العائله وهذا ما غندخلش في التفاصيل وانما غنقول لكم واحد النصيحه تعاملوا مع البراني وما تتعاملوش مع ناس كتعرفوهم لانه بنادم شنو ما كان كيديرها بيك حنا الدار شحال من حاجه كان خاصها تكون فيها ولكن ما لقيناش وقلبوا الحاجه مزيان حنا ما عاودنا فلينا الحاجه مزيان حتى كنا صافي تكاتبنا وهزونا وطلقونا هادشي اللي غنقول لكم اليوم غادي نعاود المعاناه ديالنا اللي طرات لينا صدمتك ولكن غنخوي قلبي ويبقى عندنا فيديو المهم تما خويت قلبي. المهم حنا كنحيدين كاع هادشي من بالنا انه الدار خصها بزاف الاصلاحات حتى كنمشيو حنايا باش ناخذوا العبار ديال بيت الناس حتى كنتفاجئوا انه الدار خصها اصلاحات بزاف شي جلي جات مهرسين الشراجم ريدويات ما كاينينش مهرسين المهم شحال من حاجه خاصه بزاف ديال الاصلاح ماشي شويه بزاف ديال الاصلاح الشيء اللي حنا ما كناش ضاربينه في الحساب اصلا. انا مشينا بنت لنا شي حاجه قليله الاصلاح في الكوزينه ما ملي رجعنا دابا لقينا انه نهار الاول حنا درنا ما كناش عارفين ما قلبناش بزاف وما قلبناش مزيان دابا هكا ديال الاصلاحات اللي كاينين في الدار دابا كاين واحد علامه استفهام مابقيناش عارفين واش نكملو فيها ولا ما نكملوش ولا ما عرفتش. حنا كنا كنقولو شهر 10 دابا هو دخل شهر 9 المهم الحمد لله على كل حال. وهنايا كنا صافي بدينا الاصلاحات لانه ديجا كنا مدروكين يعني كان عندنا العرس في شهر 10 في الاخر ديال شهر 10 وهنايا
كان يعني ميمكنش لينا نبدل الدار ولا شي حاجه، وكنا ديجا بدينا الاجراءات، دونك توكلنا على الله وصافي. هنا بدينا الاصلاحات، اول حاجه بدينا بها هي القبس، لانه هو كيوسخ كل شيء، والدار كان خاصه يعني كنت عارفه انا الدار الصراحه الا دار لها القبس والصباغه غادي تبان. دونك هنا صافي بدينا القبس هو اول حاجه. يعني الصراحه مصلحنا عاد ولا تعجبني. دونك هنا بادي المعلم هنايا، ديجا صورت لكم كل شيء، غنخلي لكم كل شيء في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. شحال تقام علينا كل حاجه وفين درنا كل حاجه. وهنايا كنا كنصلحوا حتى الكوزينه في هذه الوقيته، كان المعلم جا كيبدا الكوزينه. هنايا كنا دخلنا حتى التريسيان، دونك دخلنا القباس والتريسيان دقه واحده. بغينا نديرو هنايا التلفازة، نعرس زعما. دونك درنا البلاصة هنا ديال التلفازة، هنايا لاخر حيت لهما البلاصة ديالهم مازال ما مدوش ليهم السلك، هنايا زدنا واحد هنا باش يكون واحدة حتى ناموسية هاكا، لا بغينا نديرو دوك الفيوزات ولا شي حاجة. دونك يلاه حفظ البارح خرج واحد هنا، كنت صراحة باغا نزيد حتى وحدة أخرى هنا، ولكن صافي الصراحة كثرت هاد الشيء مبقيتش بغيت حتى شي هاد. المهم هادي حتى هي الكوزينه الاصلاحات تاعي. دونك هنايا دوك القوادس وهذا الشيء اللي عريان كان خاصنا نصاوبوهم ونغطيوهم، هما الاولين بدينا بهم، لانه من بعد الا بغيتي ديري زليج اولا تواطي الحيط تقادو خاص ضروري يكون الشيء الاخر بعدا مقاد البلاصه ديال الانستالاسيون. دونك بديناها حتى هي في نفس النهار. هنا القبس كان قرب يكمل صراحه، القبس واقيلا خدا لنا شي سيمانه تقريبا. وهنايا الكوزينه من بعد هنا فين قلت لكم سدينا هذا الشيء كله اللي كان محلول عاد سديناه بالسيما، باش من بعد مني تجي تصاوب يعني يكون داكشي مقاد، يكون الحيط مصاوب ما يكونوش الخويات. وكنا ديجا الصراحه حايرين واش نزلجوها اولا غير نصبغوها عاديه، نواطيو الحيط ونصبغوها عاديه. بقيت كنقول زليج غنخسروا عليه الفلوس، ومن بعد يعني غادي نديروا البلاكارات وغادي نديروا هذا، وكيدرق داك الزليج كله شويه. عاوتاني قلت حتى باش مثلا غير نصبغوها عادي راه خاصها تماره ديال الخدمه، دونك تلفنا. ومن بعد هنايا صافي القباس كان سالا القبس ديال الصالون، هذا بوحديتو درناه في هذا الموديل، اما الاخرين درناهم البيوت، الاخرين درناهم سامبل. فريمون هذا الموديل عجبني بزاف، ما ندمتش عليه، حتى يديروا ليه لي سبوت ولاد وهذا عاد غادي يبان زوين. هنا البيوت درناهم سامبل بحال هكا، هذا البيت وبيت الناس حتى هما درناهم سامبل غير هكا. الصالون بوحدي اللي جات فيه داك الزواقه بحال هكا زوينه الصراحه، ما ندمتش عليها، كيجي بلاد في الجناب من بعد ان شاء الله منين نديرهم وغنحطها لكم. غادي يكون البلاصه ديال المونطين ديال التلفازه باش يجي هنايا دوزو بحال هكا، وهنايا باش خدا البريز ديال الضو باش يكون هنايا. هادي حتى هي باش نديرو البريز هنايا، ما ولا كلشي مزوخ.